رمز من رموز ديال كره القدم ما فيها باس. هذا يديروا واحد التكريمي، التكريميه اللي تتليق يعني بهذا الرجل الخدوم، رجل اللي عطى شيء كثير الكره المغربيه. ديري على هذا الشيء. تنظن انايا بالنسبه للماتش، انا بالنسبه لي حلو سهل وغادي يكونوا فيه بزاف ديال الشخصيات، وحتى اللاعبين مثلا اللي غادي يلعبوا مثلا في هاد جيبيلي ولا هاد الماتش اللي غادي تلعب، غادي تعرف هاد الشخص، هاد الانسان خلوق، الانسان الطيب الله يرحمه في هاد النهار. هو اللي صنع الوداد والراجل بجوج، اكيد عطى شيء كثير للوداد وعطى شيء كثير للراجل. اذا هنا نتمنى الصوت ديالنا يوصل للمسؤولين، لا ديال الوداد لا ديال الرجاء. هذا شخص اللي ماشي سهل، شخص اللي معروف.